السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا خبر جديد عن أبو جبل ومتابعين أبو جبل. أبو جبل طبعا عنده استعدادات دلوقتي والحمد لله تعافى من الإصابة اللي كان فيها في الرباط الصليبي، وبيستعد دلوقتي عشان خاطر يرجع تاني للملاعب. بيشاركوا صوره، بيشاركوا استعداداته للرجوع. إن شاء الله بنتمنى له التوفيق، بنتمنى له كل الخير يا رب، وايضا في حياته الخاصه ان شاء الله بتمنى له الخير في الحياه الكرويه وفي الحياه الخاصه. وهسيبكم مع باقي صور ابو جبل، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو. دعوه حلوه منكم لابو جبل.